يعني واحد ما يجي تركيا يتونس قضي ايام حلوه. احنا بفرحه نشتري ملابس لحف ناخذ ويانا العراق طاوات شفاشي. اليوم كملناها باللحفان. اي اليوم شلنا اللحفان اسوي عشان هي بالطياره شنو راح نخليها. والله حنقعدين بحضن اللحفان تغطمين بالطياره تغطمين. لا ما اشتريتها بالطياره ما اشتريتها. دبي بس بالمقلوب على السقف. شو تسوون بعد حطيت الدنيا بالسقف؟ شنو اللي موجوده؟ شو راح نفوت عمر؟ حنفوت عمر ايش حنفوت؟ في البدله احسن. بدله شايف عن البدله بس مو مشكله ممكن ندخلها مره ثانيه. دخلها طبعا على مود بس بشرط اروح اكل لو لان قتلني الجوع. ايش هالنظره هاي؟ اليوم وين حبيب؟ هلا هلا دور ضاع. وين احنا؟ بينك بيري لك عيني. هذا مو عشق، هذا عشق موت. يعني ايش اريد ما اكله بس اتصور وياه. طبعا على فكره هذا يوغرت، يعني انه لو فات يعني ما بي كالوريز هوايه. خاف ناس تقول لي انت مسوي دايت، ماشي هو هذا دايت فلهذا انا احبه. شوفوا يعني هو يوغرت مثل الموطا يصير بس يخلون به هوايه فواكه وشغلات. قالوا لي عشيك شوفوا هذا المحل الواجهة مالته كلها حوض مال سمك من الطول للطول. باع السمك اللي بيه يغيرون السمك كل فترة، كل فترة يخلون. ولا شلون ماشيين خط واحد كلهم نفس الاتجاه شلون سوالف حال. شو كل ما اجي يطول شويه هذا. قبل فتره ما كان طول. واضح حمد حياته. زين السؤال، هذا البنطلون ايش قد مقاسه؟ 102 هذا 3000.